بطريقه يعني قلب اقتلهم اقتلهم كانوا قاطعين دنا مشاهدينا في قناه شوف تيفي. مرحبا بكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. يعني حادث سير مميت هنا في المنطقه ديال عين دياب. يعني هذا صاحب السياره واللي راكب معاه ان لله وان اليه راجعون جوج الاشخاص اللي توفوا. يعني حادث سير مميت هنا في هذه المنطقه هذه منطقة ديال عين دياب. يعني كيف مشوا معنا الحالة ديال السيارة كيفاش مضروبة. إن الله وإن إليه لراجعون بالضبط في هذه المنطقة هذه فين وقع هذا الحادث. يعني الآن شو سيارات الجر نقلت هاد السيارة إلى المحجز البلدي. يعني على ما يروج هنا في المنطقة هذه أنهم جوج الأشخاص اللي توفوا. إن لله وإن إليه لراجعون. حادث سير مميت هنا في المنطقة ديال عين دياب. يعني الناس اللي كانوا حاضرين كيقول لك أنه كاينين جوج الأشخاص اللي توفى. عندك عندك يعني هذه المنطقة فين وقع هذا الحادث هذا. كان قاطع على رجليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني سيارة كان جايه بواحد السرعه فائقه دوبلات السيارة الأخرى فخرجت في اتجاه المعاكس ضربات السيد كان قاطع مسكين على رجليه. هذه البلاصة فين مات. يعني بقات جراه حتى فين شو معنا السيارة ديال الجر جرات ديك السيارة. إن لله وإن إليه راجعون. السيد اللي كان حاضر قال أنه شخص واحد اللي ضرباته السيارة أخبار تؤكد أنه توفى. فإن لله وإن إليه راجعون. يعني هذا هو المكان فين وقع هذه الحادثة. بارك لي بارك حدا القاعة حدا الطوموبيل. لا ما مسلوش الوجه. دايرة معروفة. دايرة وجه عين دياب. جاز ديك كيسمع ماي. شكون والله اللي تضرب. الطوموبيل وقفت ليها. مشات بعدا 100 متر ولا 150 متر. صافي. السيد بقى نتجاوز البوليس. صافي. ودي فين الطوموبيل نتجاوز البوليس. دري دري. بغى يهرب هو. الله عرفش. لا ما عرفش هو ضربه وخاف ليه. مشى الخلاء حط الطوموبيل ومشى للبوست ديال. لا ما عرفش. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لك خويا شكرا. مشاهدينا الكرام كما سمعتوا معنا صراحة حادث سير مميت في هذه المنطقة هذه. محمد حي حي. إن لله وإن إليه راجعون. إن لله وإن إليه راجعون. حي 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 من طرق حي من طرق راه بنادم جاي من حي من طرق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أشخاص كانوا جاي كانوا باركين هنا في كورنيش عند دياب مدينة الدار البيضاء. يعني جايين ساكن قاطعين من هذه المنطقة هذه. بالنسبة شنو اللي وقع شاهد عيان روى لنا شنو اللي وقع. قال انه جايب واحد السرعة كبيرة فدوبل السيارة اللي امامه وضرب السيد هنايا في هذه البلاصة هذه بالضبط. ضرب السيد في هذه البلاصة هذه بالضبط.
ومشى ركن السياره ديالو من لهي ودخل البوست ديال البوليس تما. شتو معنا هنا فين وقع هاد الحادثه؟ هذا هو مكان وقوع الحادث. صراحة كنبغي نوجه رسالتي للأشخاص اللي كيدوزو بواحد السرعة فائقة هنا، خصوصا في كورنيش عند تياب، عافاكم توخاو الحيطة والحذر وحداو راسكم. هاو السيد هنايا مسكين قاطعنا عليه ما بيه، ضربتو السيارة الله يرحمه يا ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضرب السيد وجاء بلاصة في هذه المنطقة هذه بالضبط، ودخل البوست ديال البوليس قدم مراسه. كنتمناو ليه الرحمة والمغفرة السيد، كنتمناو ليه الرحمة والمغفرة. بلاصة السيارة ديالو في هذا المكان هذا بالضبط، بلاكة ديال السيارة طارت، الزجاج الأمامي كله تهرس، والسيد توفى. كل شيء هذا الشيء سببه السرعة المفرطة اللي كان غادي بها. يعني شوفوا معناه أنه ركن السيارة ديالو في هذا المكان هذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للناس يلا التحقوا بينا في البث المباشر، غادي نعاود نقول لكم أشنو اللي وقع. اللي وقع هو أنه السيد كان مسكين مريح هنايا في جنب البحر، في جنب البحر، فقاطع من هنايا، جاية واحد السيارة بواحد السرعة كبيرة، دخلت في اتجاه المعاكس من دوبلات واحد السيارة وضربات السيد مسكين قاطع توفى الله يرحمه يا ربي. نقلوه رجال الوقاية المدنية، أخبار قالوا لنا الناس أنه توفى. مو السيارة جر، كان السيارة ديالو في هذا المكان هذا لمدة، أنه مشي تشري الفران، خصوصا أنه غادي بواحد السرعة فائقة. وقفت لي السيارة في هذا المكان هذا بالضبط، ودخل عند البوست ديال البوليس اللي كاين هنايا، وقدم راسو الأمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على أمان، تلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.